السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صحاب فطوركم وتبارك الله عليكم. اليوم وصفة جديدة كما وعدتكم، كل نهار غادي لكم وصفة. اليوم غادي نديرو مدفونة، هانتوما كتشوفو كيفاش كتجي هاد مدفونة. غادي تتابعوا معايا نشوفو المقادير وكيفية تحضير العجينة ديالها والحشوة ديالها. بالنسبة للعجينة ديال الخبز ديال المدفونة غادي نحتاجو 300 غرام عفوا من الدقيق الكامل، وغادي نحتاجو كذلك 300 غرام من الدقيق الابيض، وغادي نحتاجو 400 غرام من الماء و 20 غرام من الخميرة الفورية والملح. هذه هي المقادير ديال العجين. بالنسبة للحشوة غادي نحتاجو هنا 200 غرام من اللوز مهرمش كما محمر، جوج بيضات، هنا عندي القزبر والمكنوس مقرطاه مع شوية ديال الثوم، وعندي هنا قطع من الدجاج، وتقدروا ديروا اللحم. انا متوفر عندي دجاج، درت دجاج، وهنا عندي 500 غرام من البصلة، وغادي نحتاج 50 غرام من زيت الزيتون. وبالنسبة للعطرية عندي فلفلة حارة وشوية الابزار والكمون والملح طبعا اللي غادي نحتاجو للعجينة والحشوة. على بركة الله غادي نبدأ في ترموميكس العجين. على بركة الله غادي ندير بالانس، وغادي نعبر 300 غرام الدقيق الابيض. غادي ندير الطاق، غادي نعبر الدقيق الكامل، ندير الطاق، غادي نعبر 20 غرام من الخميرة الفورية. ندير الطاق ونعبر 400 غرام من الماء. ندير بيتخان، غادي نكوب لو بول. دابا غادي نبروغرامي 3 ديال الدقيق، 3 ديال الدقيق بيتخان. كنهزو العجينة كنقسموها على جوج كرات، كنديرو كرة كبيرة وكرة معينة. الأولى الكبيرة هي اللي كتجي في الأولى غنحطو فيها على الحشوة، والثانية هي اللي غادي تجي فوق الحشوة. دابا كل وحدة غادي نجمعها ونكورها مزيان ونحطهم يرتاحو واحد 10 دقائق ما بين نوجد الحشوة ديالهم.
دابا غادي نشلطوا البصله، غندير 3 ديال الثواني، سرعه 5. كما كتشوفوا هي البصله تشلطات، دابا غادي نحطوها في واحد الاناء ونخلطوا معها الحشوه كامله. وهانتوما كتشوفوا معايا الباقي ديال الفيديو، غير تابعوا معايا حتى لاخر الفيديو. دابا كندير قزبر، معدنوس، شويه ديال الثومه، وندير العطريه اللي حبلي قدمت لكم في الاول مع الدجاج، طريفات ديال الدجاج. العطريه غادي ندير فيها الملحه، الكمون، وشويه ديال التحميره والسودانيه والابزار كما كتشوفوا. غنخلط الخليط وغادي ندير واحد الكوبلي ديال زيت الزيتون باش غادي نخلط هاد الحشوه هادي. كوبلي غادي نخليوها ترتاح وتزيد تخمر وعاد غادي ندخلوها الفران. دابا ملي خمرات تقبلها بالفرشات، ودرت بيضه مع المعدنوس كندهنوه بها من الفوق باش كتجي محمره وكتعطيها داك اللون الذهبي. وهكذا غادي نستمر، ونشعل الفران على 220 درجه، غنخليوها 30 دقيقه يعني نشعلوا عليها من التحت وعاد من الفوق. الا كانت فرفره ديروا الفوق والتحت. من هنا نص ساعه انا معكم. بعد 30 دقيقة في الفران
هي خرجات هكا كتجي محمره، وهذه هي المدفونه. وهذه هي المدفونه. انا غادي نقطع معكم الطرف تشوفوا كيفاش كيجي من الداخل، وهانتوما كتشوفوا كيفاش كتجي هائله، غير جربوها راه كتجي لذيذه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، الى الغد ان شاء الله في فيديو جديد ان شاء الله.